النهارده هضرب مثلا بمعانا سعاده سفير كازاخستان. كازاخستان في اقل من كام سنه سعاده سفير، هو يتكلم العربي كويس، في عده سنوات اصبحت كازاخستان من اهم الدول اللي بتصدر سياحه لجمهوريه مصر العربيه. عندنا ايطاليا مثلا، ايطاليا من الدول اللي بتتعاون معانا الحقيقه بشكل كبير جدا، ليس فقط في مجال السياحه، انما عايز اقول لكم في مجال الاثار في تعاون يعني انا سعيد بيه جدا، ويعني اتمنى ان هو يتطور مع الوقت. وكان في معالي وزير الثقافه الايطالي، اجتمعنا مع بعض من يومين، تعاون مثمر جدا وبناء واحترام متبادل وتقدير عالي جدا لما تملكه مصر من امكانيات كبيره في مجال السياحه. بشكر حضراتكم جدا، وبشكر السادة السفراء ورؤساء البعثات وممثلي البعثات اللي رافقونا النهاردة. أنا عارف أنه في أجازات، وشهر أغسطس ده شهر الأجازات، وعارف أن كان في بعض التحديات الأخرى، إنما بشكر حضراتكم، وحيكون عندنا لسه زيارات لضيوف مهمين آخرين. بشكركم على الوقت اللي أنتم جيتوه علشان تدعموا فكرة العالمين ورؤية العالمين والسياحة اللي موجودة في العالمين، وإن شاء الله دايما نلتقي في مصر وهي تتطور وهي تنمو وهي تحقق الرؤية المرسومة ليها، ونحس بالسعادة، لأن أهم حاجة النهاردة أن احنا نكون سعداء بهذا المكان. وعلى فكرة في نقطة أخيرة أنا عايز أقولها، فكرة أن العالمين هي، أنا عملت دراسة قبل ما مسافر على أسعار الفنادق وتنوع الفنادق. العالمين على فكرة تصلح لجميع فئات الشعب، إنما يمكن العدد بتاع الغرف اللي في يعني في كاتيجوريز معينه او في شرائح معينه ممكن تكون كبيره او صغيره، انما لما شفت الاسعار الحقيقيه اللي اتباعت بيها الاوض، وشفت التنوع اللي موجود في منطقه العالمين والساحل الشمالي من ناحيه الشقق الفندقيه والشقق اللي هي اللي بنسميها الشورت رنت، اللي هي بناخدها عن طريق الويب سايتس لمده يومين او ثلاثه وخلافه، في تنوع كبير جدا من ناحية السعر في العالمين والمنطقة المحيطة بها في الساحل الشمالي. فأرجو أن لا نستمع لهذا الكلام زي أي دولة في العالم، نبص على جنوب فرنسا، نبص على جنوب إيطاليا، نبص على كل دول العالم فيها أماكن يعني مخصصة أو بتكون غالية ما بيقدرش يروحها غير فئة معينة، إنما في أماكن أخرى بيقدر عليها مختلف الفئات اللي موجودة من الشعب أو من الزائرين. فهي عايزة شوية بحث شوية بس، وإنه الواحد ما يقولش إنه لا أنا مش هلاقي حاجة، ويبحث شوية هيلاقي وهيقدر يستمتع بالعالمين والساحل الشمالي بشكل أو بآخر.